الحمد لله، السلام عليكم. مجاربات صورة الشمس لقضاء الأشياء أو التغلب على العدو أو الهيبة أو القبول بإذن الله، عندها طريقتين لقراءتها. للتغلب على العدو طريقة يعني مختلفة، ليس طريقة ولكن الوقت، ولقضاء الأشياء وقت مختلف. مثلا لقضاء الأشياء، أي شيء تريده يقضى إليك بإذن الله، وتريد الهبة والقبول والمحبة وقضاء الأشياء، ويصبح عندك هبة وتصبح مقبولة عند الناس، وتصبح عندك هبة الملوك كما يقال هبة الملوك، يقضى لك الشيء أينما تذهب، عمل، زواج، بيع، شراء، أي شيء تريد بنا. تقرأ سورة الشمس 3 مرات وراء صلاة الصبح مباشرة. صليت الصبح، تقرأ سورة الشمس، تداوم عليها يوميا وراء صلاة الصبح. هذا لقضاء الأشياء والهبة والقبول. للتغلب على العدو وهلاك العدو كيف ما كان وأين ما كان، تقرأ سورة الشمس مباشرة. صليت المغرب، تقرأ سورة الشمس 3 مرات وتدعو وراء أن يخلصك الله من هذا العدو. تتغلب على العدو كيف ما كان. أما إدارة تقضى أشياءك والهبة والقبول والبيع والشراء والزواج وجلب المال والحظ، تقرأ سورة الشمس وراء صلاة الصبح مباشرة 3 مرات. لما نقول وراء الصلاة يعني يلزم الطهارة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.